أقول أن هنالك تعارضا في الأجندات الإقليمية تجاه مسألة من سيحكم. ولعلنا نتذكر بأن وزير الدفاع عندما كان رئيسا لهيئة الأركان قال في أحد تصريحاته بأن هنالك تخوفا من أن تحسم أو يحسم المعركة طرفا معينا في الحكومة الشرعية أو الحكومة المعترف بها دوليا، ثم يؤول الحكم إلى قبضته. بمعنى الآن ونحن نتحدث بعد 3 أعوام من تصريحه هذا، حدثت تحولات كثيرة، وحدث ظهر على المشهد لاعبون سياسيون وعسكريون جدد. المجلس الانتقالي ظهر كقوة سياسية وعسكرية تسيطر على الأرض وعلى وتهدد بإسقاط مناطق أخرى من قبضة الحكومة المعترف بها دوليا. وهنا نشير إلى الأطراف الشمالية لمحافظة حضرموت، ونشير كذلك إلى قوات المقاومة الوطنية والمجلس السياسي الناشئ عنها، ويتزعمها أحد أبناء أخ الرئيس السابق الراحل علي عبد الله صالح. حدث تحولات داخلية وتحولات إقليمية أيضا، ظهر الملف البرنامج النووي أو الاتفاق النووي الإيراني عاد إلى الواجهة مرة أخرى في 2018 عندما خرجت الولايات المتحدة من الاتفاق. أرسلت إيران مبعوثها إلى صنعاء وهو السفير حسن إيرلو، وهو أيضا في نفس الوقت ضابط في الحرس الثوري الإيراني مارس دورا سياسيا وعسكريا واستخباريا. هذا يعني أنه التحولات الداخلية والإقليمية لعبت دورا كثيرا في إعادة ترتيب أو إعادة النظر في ترتيب القوى الفاعلة ومن سيحكم بعد أن يجري هزيمة الحوثيين. طيب وهذا ما يجري الآن، لأننا نحن الآن نلاحظ أن هناك إعادة لتعريف القوى الفاعلة داخل الساحة اليمنية، تعريف قوى أطرافها السياسية، تعريف أطرافها العسكرية، إعادة تعريف أيضا وجودها على الأرض. مثلما أن كانت هذه الحكومة المعترف بها دوليا تسيطر على 70%، بات يتقاسم هذه السيطرة مجموعة من القوى. الآن دخل المؤتمر الشعبي العام بكل وضوح في محافظة شبوة، ويهيئ نفسه مرة أخرى للعودة في محافظة مأرب. وهكذا تتضمحل الحكومة الموجودة أو المعترف بها دوليا. ولكن علينا ألا نحمل، نقول أن هذه الحكومة هي أيضا ضالعة في حالة التضعضع الذي وصلت إليه، ربما نحن أكثر حرصا وحديثا عنها في حين أنها صامتة عن ما يجب. دكتور علي الذهب، اليوم جماعة الحوثيين تقاتل في مختلف الجبهات وتقصف مدن في الإمارات وفي السعودية، ما الذي أوصل الحوثي إلى هذا المستوى من القدرة العسكرية؟ ربما أنا أشرت سابقا إلى أن هنالك ارتباطات إقليمية دولية. تحدث أيضا ضيفك النبيل الأستاذ نبيل الكوري عندما قال أن هنالك أجندة، هذه الأجندات هي التي تحدد مسار الحرب ونهايتها ومن سيصل إليها في النهاية. لأنه من الطبيعي جدا أن لا يسمح أنه لن يسمح للقوى التي تصدت للحوثيين في ظل ظهور قوات جديدة أخرى تلبي أو تخدم الأجندات الإقليمية. ولا نشكك أيضا في وطنية هذه القوى، ولكنها نعم يحدث هناك تبادل مصالح. هذه المسائل أثرت بشكل أو بآخر على نفوذ الحوثيين أو على تطورهم العسكري، واستعانوا بطبيعة الحال يعني بإمكانيات الجيش السابق بالاختلالات في مجال التفتيش والحصار البحري، بتعارض الأجندات الإقليمية. كل طرف يستخدم الحوثيين كعصا غليظة نعم أو يعني سياسة العصا والجزرة. وضحت وهكذا الفكرة، أصبح الحوثيون أكثر حظوظا من أي أطراف أخرى وضحت للبقاء الفكرة على السلطة دكتور، وبالفرض نفوذهم كقوة فاعلة نعم داخل هذا وضحت الحكم. الفكرة.